متطوع هنا مفطر الصايمين واللي مارين على الإشارات، وصراحة يعني شيء كويس ويعني يسعد واحد. أنا شاركت السنة اللي راحت وكان الشيء يعني فيه شعور جميل، وقلت إن شاء الله السنة هذه بشارك والسنين الجاية كلها إن شاء الله معاهم، ويعني الواحد يكسب أجر ومنها يسعد الناس ويصبرهم لما يصلون لبيوتهم.